تعرف عقب شبابك واشتركيها بشركه ليش جابكم جلتش؟ طبعا انا عطي ما بسوي جلتشات ابدا، بس هالجلتش لقيته جدا مفيد اذا واحد يروح يصلي، واحد يروح يتغدى مع اهله، احد من اهلك نادى عليك ومضطر انك تروح وقاعد تلعب مع خويك، فجدا جدا خرافي هالجلتش. وكمان هالجلتش يعني ما فينك تقتل زومبي فيه، ما فينك توصل فيه راوندات عاليه، فمشان هيك اقتنعت اني اسوي الجلتش. طبعا بكل بساطه لما تشغل الجاذبيه وتمشي على الحيط بماب ريفيليشن، روح امشي على اول حيط وبعدين لف وارجع، رح تلاقي في صخرة صغيرة، روح نط عليها وبكل بساطة الجليتش خلص. فينك تروح تصلي اذا اهلك بدك تروح تتغدى، حد من اهلك ناداك تروح هناك يعني اصحابك يكملوا لعب، وبعدين بس تخلص ترجع وما راح تموت، وما فينك تقتل زومبي من هون كمان. فبس شباب فيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم، اتمنى شباب لا تنسوا الفيديو زر اللايك، واكتبوا في الكومنت اذا لسه شغال ونيكم اي وقت يتسكر. وبس كانكم شركيال بشركة كيش، فيديوهات تانية ان شاء الله، مع السلامة.